السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. توحشتكم بزاف وبزاف البنات، توحشتكم صراحة. ما عمرني ما غبت على اليوتيوب بهاد المدة هادي الطويلة، مدة ديال 6 شهور. اول مرة كنت كنغبر بحال هكا اسبوع، بعض المرات 15 يوم وكنرجع، ولكن اول مرة كنغبر بحال هكا المدة ديال 6 شهور لظروف البنات، ظروف صحية، ظروف عائلية، الوليدات، الدار، القنطاش، الشطنة، كلشي. المهم كلشي تعرم وكلشي تجمع، الحمد لله تفوت غير صحيحة والله مالك الحمد. توحشتكم بزاف وبزاف وبزاف البنات، كنشكر بزاف اللي سولوا عليا في الانستغرام، البنات اللي كيسولوا عليا في الواتساب، بزاف ديال البنات اللي ما قدرتش نجاوبهم. شكرا لكم كاملين على السؤال ديالكم، لهلا يخطيكم عليا. غادي نحاول نرجع عاوتاني ننزل معكم فيديوهات بالتشجيع ديالكم بطبيعه الحال، هكا بحال هكا جوج فيديوهات في الاسبوع ولا فيديو على الاقل. المهم ما نغبرش عليكم، كنعاود نشكركم بزاف البنات اللي سولوا عليا في الانستغرام، البنات اللي سولوا عليا في الواتساب، كنطلب السماحه من البنات اللي ما قدرتش نجاوبهم، وشكرا لكم على السؤال ديالكم. كما قلت لكم لظروف صحيه، ظروف راكم عارفين مع هذا الوباء كيدير شويه ديال الاكتئاب، شويه ديال القنطه. وصراحه توحشت المغرب وتوحشت مالين الدار، وما كرهتش نمشي، ولكن عندي وليدات، عندي مسؤوليه، ما نقدرش نمشي ونخلي وليداتي مورايا، ولا كاع ديتهم كنخاف نتحبس تما ونحبسهم على قرايتهم وعلى بزاف ديال الحوايج. وراكم عارفين الوليدات في السن ديال المراهقه كيبغيو شويه ديال الاهتمام كثار، شويه ديال العنايه كثر. راكم عارفين السن ديال المراهقه، تبارك الله عندي وليد وبنيته، راكم عارفين المسؤوليه كيفاش دايره. وحتى كما قلت لكم القنطه وما مشيتش للمغرب حتى هي زادت شي شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل شيء. اللي مريض الله يشافيه، اللي قنطان الله يفرج عليه، الله يفرج علينا كاملين ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه ديالنا كيف ما كانت في الاول. الصراحة البنات والله حتى كنت مونسة معكم في اليوتيوب فاش كنزل معكم هكذا فيديوهات، وكنستافدوا مع بعضياتنا، وكيجيو عندي البنات الانستغرام وكنهضروا مع بعضياتنا. كنت مونسة ومعمرة الوقت صراحة، مونسني اليوتيوب. كنشكركم، كنعاود نشكركم بزاف وبزاف على السؤال ديالكم، وحاولوا تخليوا لي تعليق وتخليوا لي لايك باش نتشجع ونعاود نبقى ننزل معكم فيديوهات. صراحه انا كيعجبني بحال هكذا نشارك معكم الجديد، وصفات اللي كنجربهم في الدار. فخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تمشيو فين، كيف ما معودكم كل يوم جمعه كنشارك معكم بحال هكذا دويره وجديد ليدل. خليكم معايا حتى الاخر، وكما قلت لكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، التعليقات ديالكم باش تشجعوني ونعاود نرجع ونكون شويه اكتيف عاوتاني في اليوتيوب. بالنسبه للجديد ديال هذا الاسبوع، كاينين هاد المحيبقات البنات اللي دايرين الشكل ديالهم بحال الشكل ديال طاس ديال القهوه، طاس بالطباسيل ديالها، شكيلهم زويون، فيهم النبته اللي هي طبيعيه كتسقيوها وكتكبر وكدير وريضه ولا جوج، شكلهم زويون، كيديروا 2.49 €. الجديد البنات هاد القريعات هادو ديال الشكلاط ديال نوتيلا صغيورين، بزاف منكم اللي شافوهم عندي في بزاف ديال الفيديوهات، ولا في هكا فاش كندير شي بوست في الانستغرام. انا كنت خديتهم بالصدفه من الكوب، كنت خديت منهم واحد الكميه، ولكن راه منزلينهم في ليدل مده هادي وما منزلينهم. فين ما كتخوى البليصه ديالهم كيعاودوا يحطوهم، دايرين لهم 1.49 €. المهم البنات راه غتلقاوهم في البليصه فين كينزلوا الجديد ديال كل اسبوع، ما غتلقاوهمش محطوطين حدا البلاصه فين كاين مثلا الشوكولات والبسكوت وهاد الحويجات هادو، غتلقاوهم في الجديد ديال كل اسبوع. المهم انا تقريبا راه شي مده ديال شهر وانا كنشوفهم، فين ما كنمشي كنلقاهم، ومازالين مشيت عاوتاني باش نصور معاكم ولقيتهم. الا لقيتهم خذهم، بزاف البنات اللي كانوا كيسولوني عليهم. البنات اللي كيسولوني على شي زيت الزيتون ولا زيت بلديه اللي تكون زوينه وتليق حتى الماكله، كان سبق ليا وشاركتها معكم شحال هادي، وصراحه جربتها وزوينه في الطعم ديالها. هكا تاكلوها مع خبيز في الفطور ديال الصباح، الثمن ديالها 4.99 €. انا حاولت نصورها لكم مزيان باش تمشيو ليها نيشان، زوينه البنات حتى الماكله. انا كنطيب بها وبحال هكا الفطور ديال الصباح مع خبيز ديال الزرع ولا خبيز ديال الشعير، كتجي لذيذه في الطعم ديالها وشويه ديال العسل. المهم البنات راه غتلقاو القرعه مخالفه على القراعي الاخرين، بحال فيها اليد في القرعه باليد ديالها، حاولت نصورها لكم باش ما تلفوش عليها. كما قلت لكم الثمن ديالها 4.99 €، وبعض المرات كيديروا فيها السكونتو كينقصوا من هذيك الاورو، اورو 50. زوينه البنات، جربتها وصدقات زوينه.
منزلين هاد الخشاوات هادو ديال الفراش ديال الوليدات، كاينين اللي فيهم لي موتيف اللي خاصين بالبنات وكاينين ديال الوليدات. المهم البنات راه غتمشيو غتلقاو فيهم شكيلات لي زويونين. هذا البنات راه الخشا ديال الكوبري بيومينو، ماشي لي زارو المخده ديالو. المهم حتى هذا راه بالمخده، الكوبري بيومينو بالمخده ديالو، فيهم بزاف ديال لي موتيف، الثمن ديالهم 19.99. الا مشيتو راه غادي تلقاهم. كاينين حتى ديال الفراش ديال هكا ديال الناموسيه جوج بلايص، ولكن لقيتهم مرونين معرمين كلشي، وهذا ما بان ليا ما نصور في داكشي اللي مرون. المهم حاولت نصور لكم هادو ديال الوليدات الصغار، كما قلت لكم راه دايرين لهم 19.99. من بين الهميزات ديال هذا الاسبوع هذا زيت الكوكو، بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليه كيقولوا لي ما كنلقاوش، متواجده البنات راه غير ما كتردوش لي البال، كاين في كاع لي سوبر مارشي فين ما مشيتو كتلقاوه. حاطينو هذا الاسبوع هذا في ليدل، القرعه راه كبيره البنات، راه فيها نص كيلو، كانوا شحال هادي نزلوه وكنت خديتو شاركتو معكم، بالحق غير قريعات صغار. هذا الاسبوع هذا حاطين قريعات كبار كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم نص كيلو بيو، الثمن ديالو 3.99 أورو. حاولوا تاخذوا منو قريعه ولا جوج، راه يبقى لكم على ما يعاودوا ينزلوه عاوتاني مره اخرى. المهم البنات غتلقاو في الجهه ديال البيو هاد الحويجات كلهم جدادين ديال هاد الاسبوع هذا، من بينهم زيت الكوكو اللي قلت لكم دايرين ليه 3.99 أورو، لا فارينا ديال الكوكو، طحين ديال الكوكو اللي حتى هو دايرين ليه 99 سنتيم، طحين ديال الكوكو، كاين هكا الكوكو المجفف اللي على شكل بحال شكل ديال لي تشيبس، كاين البنان المجفف حتى هوايا، سبق ليا كنت خديتو شاركتو معكم شحال مره، زوين في الطعم ديالو البنات، كتخلطوه حتى مع الفاكهه ديالكم هكا مع بريريت ديال اتاي. كاين كما كتشوفوا معايا الكوكو المجفف، البنان المجفف، كاين حتى التفاح اللي مجفف. المهم هاد الحويجات كاملين جدادين نزلوهم هاد الاسبوع هذا، وكلهم كاتبين عليهم بانهم بيو، الاثمنه ديالهم مناسبه صراحه. راه منزلين بزاف ديال الحويجات اللي هما بيو البنات، حاولت نصور لكم غير المهمين بحال زيت الكوكو، الدقيق ديال الكوكو، بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليه. كاين حتى الهميزات ديال اكس اكس ال اللي حاطين فيهم بزاف ديال الحوايج، من بينهم هاد القرقاع اللي كتكون فيه نص كيلو، هاد الاكاجو، المهم اللوز حتى هو فيه نص كيلو، كلهم الثمن ديالهم ما وصلش 5 أورو 6 أورو. زوينين البنات هادو فاش كيكونوا حاطينهم، حتى انا كنتقدى منهم وكيبقاو عندي في الدار، والثمن ديالهم مناسب. بحال مثلا هادي ديال القرقاع نص كيلو تقريبا بشي 6 أورو، كاين اللوز حتى هو نص كيلو بشي 5 أورو. العجانه بحال ديالي بحال اللي عندي في الدار من الماركه ديال بوش، كانوا دايرين لها تقريبا شي 154 أورو، ورجعوها في السكونتو رجعوها ب 119 أورو، اللي بغاتها واللي مهتمه بها. المهم انا صراحه صدقات ليا مزيانه، كنعجن فيها الخبز المسمن، كندير فيها كلشي، كنصايب فيها الكيك، كلشي كنديرو فيها صدقات ليا زوينه. كاين حتى هاد الطراب هذا اللي داير ليه 19 أورو و99. المهم راه كاينين بزاف ديال الهميزات اللي كانوا من الاسابيع اللي فاتوا لصقوا عليهم داك الورقه الحمراء وكينقصوا لهم في الثمن. كاين هاد الماسك هذا اللي خاص بالشعر، صراحه البنات جربته زوين 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 بزاف، غنعاود نهضر لكم عليه في شي فيديو ان شاء الله. هاد الماسكيرا هادي ديال البنانا كديروه من بعد ما كتغسلوا شعركم بالشامبون، وكتخليوه تقريبا شي 10 ديال الدقائق، وعاد كتشلوا شعركم، زوينه البنات، كيسرح الشعر وكيخلي حتى واحد الريحه زوينه في الشعر. بالنسبه للماسك البنات ديال الشعر، الثمن ديالو 2.49 أورو، زوين انا جربته، كنديرو انا وبنتي، كيخلي الشعر فيه ريحه زوينه وكيرطبو. حاطين حتى هاد الماكينه هادي ديال الخياطه دايرين لها 179 الأورو من لا مارك سان جير، مره كينزلوها. بالنسبه للبنات هكا اللي كيعجبهم الخياطه وكيبغيو يديروا بحال هكا بريكولات في الدار، انا ما عنديش مع الخياطه. المهم راه منزلينها هاد الاسبوع هذا، كاين بزاف ديال الهميزات. المهم حاولت نصور لكم اللي قدرت عليه، بزاف منكم اللي كانوا كيسولوني على زيت الكوكو، على لافارينا ديال الكوكو، طحينة الكوكو، على دوك القريعات الصغار ديال الشكلاط ديال النوتيلا، حاولت نصورهم لكم. كاين هاد السيت هذا اللي كومبلي جفاف كلشي ليه، كان بشي 39 ونقصوا منو ردو ب 29. المهم راه كاينين الهميزات هاد الاسبوع هذا اللي زوينين البنات، كنتمنى الجولة ديال هاد النهار تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكنتمنى بهاد الفيديو نكون إن شاء الله نرجع نكون أكتيف في اليوتيوب بعد هاد الغيبة هادي الطويلة ديال 6 شهور.
ما تنسونيش من لي لايك ديالكم باش تحفزوني، والتعاليق ديالكم باش تدعموني وباش تشجعوني باش نرجع ان شاء الله. كنتمنى الجولة ديال هذا النهار تكون نالت اعجاب ديالكم، وكنوعدكم ان شاء الله نحاول نزل فيديو ولا جوج في الاسبوع. مهم ما نغبرش عليكم، راكم عارفين مع الدار والوليدات والشطنه والمشاغل ديال الدنيا. الحمد لله على كل شيء. نهاركم مبروك، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.